تم تجربة هذا الباب كل يوم قبل الموافقة عليه، إذ تم إغلاقه وفتحه لما يصل إلى 100,000 مرة. كان الفرق في الأرضية السابقة 0.4 مليمتر، وتم رفضها بالطبع. في شعبة هدفنا إتقان كل المعايير، فتصبح إبداعاتنا المعيار الجديد. شعبة، فن إتقان التفاصيل. بتاي بتايته وجع راس عمين هيدا احلى تحت ثيم او اهداء لروح الفنانه الراحله سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه وتحديدا من الفستيفال بي. نعم، وما زال الضيوف يتوافدون والنجوم يتوافدون الى المهرجان مشاهدينا متابعينا في كل القنوات سواء في روتانا ميوزك او حتى في ال بي سي القاهره والناس او اس ان يا هلا او اس ان فيرست او اس ان بلاس كل هذه القنوات وايضا قناه اليوتيوب الخاصه بالضيافه وي ار ستريمينج لايف رايت ناو. من الناس اللي دائما يكونون متواجدين واللي لهم دور كل سنه في ضيافه ودور مهم جدا الاستاذ فادي الملاح سي اي او بيرفكشن ايفنتس. بيرفكشن يعني مو باي شيء. اول شيء مساء الخير. مساء النور. وانا مبسوط اليوم عم نعمل مقابله معك حبيبي. تسلم. شركة بيرفكشن، أنا وكبت ضيافة من 7 سنين. نعم. وكل سنة في تحديات كتير كبيرة. السنة اللي بيحمل اسم ضيافة فاتن حمامة. فاتن حمامة السيدة فاتن حمامة يعني أيقوني اليوم، وهيدا بيرجعنا للزمن الجميل. اوكي، وهذا بحملنا كثير مسؤوليه، واليوم نجمه بدبي هذا اللي نشوف التحضير لسهره الجلامور، ومنتمنى انه اليوم نشوف ابداع على هالشاشه الصغيره ويحملنا مسؤوليه للمشاهدين يشوفوا مكرمينا باحلى صوره بكل تفاصيلها. نعم. مسيو فادي، قد ايه صعب انك تلتزم باسم الشركه بيرفكشن ايفنتس؟ البرفكشن ايفنت بتتحمل كثير مسؤوليه اليوم لتطلع عمل بادق التفاصيل، وبتعرف انت من احنا اليوم بتخلص السهره بنبلش نحضر لسنه الجاي، وهذا بحملنا مسؤوليات كثير كبيره، ونحن على قد التحدي لانه نحن بمدينه الابداع هي دبي. دبي كانت ولا زالت حاضنة للمبدعين ولعنصر الإبداع ولمفهوم الإبداع. خبرنا بس عن الإمبريشن مالك في الحفل، حفل توزيع جوائز ضيافة لهذا العام. أنا عطول بقول ضيافة كلمة هي بحد الضيف، وهي مسؤولة عن تكريم هيدا الضيف وتشتغل على أحلى صورة لمكرمينا، لأنه مكرمينا تعبوا بالحياة وجاهدوا بحياة لوصلوا ليتكرموا. وأنا اليوم كمان في شغلي لفتت لي نظري، وأنا بتشكر دكتور ميشيل مع كل الظروف اللي عم نمر فيها وأطفالنا بفلسطين، أنه بعد في أمل، وضيافة بتزرع أمل لهالطفل للمستقبل يمكن يكون واحد منه النجم. الله، جميل. وانا متاكد ان انت مثلنا كلنا نحس بفخر كبير ان نكون جزء من ضيافه كل سنه. صحيح. وهذا انا لي الشرف انه اكون كل سنه كشركتي جزء من ضيافه. شكرا. وثانك يو لضيافه. ثانك يو، يعطيك العافيه. الله يعافيك. فور بينج وذ اس توداي، وشكرا you. لكل جهودكم القائمه كشركه برودكشن، عفوا برودكشن ايفنت. وانا بتمنى لك كمان مع ضيوفي من احلى السهرات الموجوده اليوم بدبي. شكرا لك. شكرا Thank لك you. ان شاء الله. إذا سالي يعني إبراهيم. هذا يعني هو دكتور يعني أستاذ فادي من ضمن وايدين. صحيح. يعني يساهمون في هذا المهرجان ويحسون. نعم. بانتماء وأونرشيب
وبرايد. فخر. نعم. فخر. نعم. فخر واعتزاز بالمهرجان لهذا العام، ويمكن يعني أيام وشهور من التحضير يعني يعملون عليها من أجل يوم واحد. إنزين، بقول لك شيء. قول لي. نحن الحين في مكان. في فيستيفال سيتي هذا، متى بدأ الشغل عليه؟ متى؟ قبل 20 سنة، في 2003 ابتدأ حلم دبي فيستيفال سيتي، وبدأ العمل من هذاك اليوم. وشوفي اليوم المكان. نعم، مليارات الاستثمارات سالي موجودة في هل تقريبا. صحيح. نحن في 500 كيلومتر مربع. صحيح. تقريبا. وما ننسى بعد أن انتركونتيننتال دي اف سي يتميز بأكبر شاشة عرض على المياه من بعد برج خليفة، يعني كل الفائزين بتطلع صورهم على هذه الشاشة. الله، يا سلام، ما كنت أعرف المعلومة على فكرة. هذه ثاني أكبر شاشة. داشتنا عني ما تبغى تقولي. لا بالعكس، يعني مكان جميل، والانتركونتيننتال يعني بالفعل مكان يستوعب المهرجانات، مسواي حق هالبيربس. نعم. إذن الآن ننتقل إلى شمعة المهرجان. وجميلة هذه المهرجان ميسا، وطبعا هي وألوانها وستايلاتها وجمالها. شكرا. ننتقل لك يا ميسا. شكرا سالي، استحيت من الكومبليمانات. وابراهيم كمان ثانك يو. انا كثير متشوقه كمان اشوف مين الملاشهي اليوم بدها تنزل من السما بهليكوبترز. انا بعرفهم بس ما لحنا، وبدنا نحكي عن اطلالاتهم بس ينزلوا. انتم بتتفرجوا عليهم. لفتتنا كنا عم نحكي تحت الهواء اطلاله للفنانه تينا يموت، كانت لابسه فستان اسود من زينه زكي هيك شوي شارب. شو رايك فيها نور؟ كثير حلو، لانه عم نحكي على الاسود كنا قبل شوي. صحيح، كثير اليجنت، ظابط على جسمها، بس عامله تويست. صحيح. يعني البيوس بنشوف القصه شوي غير، كثير حلوه. وبعدين هي يمكن فاطمه التورسو تبعها سمح لها انه يفتح الفستان من هون لتحت. صح؟ صحيح، الجسم يعاون كثير، البادي لللور للسيلويت يعاون كثير في جمالية. هي تينا ناعمه كمان هيدا. طيب بودي، انت شو رايك لما بتشوف سيده لابسه فستان قصير على الريد كاربت؟ شو رايك من يعني كرجل وكمصمم كمان؟ كمان في خط رفيع بين القصير. يكون حلو ويكون شوي مبتذل. سو هي الفكره مثل ما كنا عم نحكي حسب الطول. شو رايك بالصبيه اللي هلا مرقت لابسه فستان ابيض قصير للركبه تقريبا؟ ايه كان كثير حلو، حبيته. منه مقصره ولا مطوله، جايه على القد يعني. ايه. قسم لجسمه بالنص. ايه. شيء جريت يعني، ما زعجنا بالنظر احنا عم نطلع. لا بس انا صراحه كنت بفضل لما منقصر شوي انتقل اكثر بالقماش. اكيد يعني أكيد. كانت طلعت يمكن اجمل. شو رايك فاطمه؟ اي كنت القماش مثقل مطرز، تحسوا كوتشور، معناته تحس ديما الفستان كوتشور، بس قماش سيمبل يعني كريب ولا شيفون ما بيعود هيدا. مزبوط. وبفتكر قليل شوي لهيك ريد كاربت بهالضخامة. صحيح. وعندي كمان تانية، لما نلبس قصير ما حلو نبين البلاتفورم من قدام. صحيح. الكعب انا لاحظت. شو بتنصحي لأيين لبس مع هيك شي؟ يعني اكيد او ستيلاتو او اوبن توز ما عندي مشكلة، بس بلا حلو. ساندال بس بلا بلاتفورم يعني. يس. انا بفضل البلاتفورم لما بدنا نطول. وما يبين وما يبين ابدا طويل او بنطلون يدق بالارض. حلو، فيري نايس. بدنا نشوف مين كمان في من الاطلالات اللي هي عم تمرق عنا. بذكر انه احنا اليوم بالفستيفال سيتي مباشره من دبي، ففي اطلالات كثير باللون الاسود اذا لاحظتوا، يعني 80% من اللون الاسود. شو النصيحه اللي بتعطيها للسيده لما بتجي بدها تلبس من تصاميمك على الريد كاربت فاطمه؟ اكثر شيء يعني اي لون، انا بحب الالوان بس اختاري لون واحد. اي بريفر وان كولر، يعني الفستان وان كولر، منه فلاور، منه معجق، منه ميتشي كولور. بغض النظر اذا هي بيلبق لها او لا، انت بتفضلي فستان لون واحد. لون واحد بعد سكين، انت والبشره لون البشره اوكي نختار اللون على حسب لون البشره، بس اي بريفر وان كولر من فوق لتحت تشبد العين هيك يعني العين بتدرس وان لاين. حلو. شفنا كمان هلا على الريد كاربت صبيه لابسه جلوفز كمان،
مع الفستان. شو رأيي بعد الموضة؟ بعد موضة الجلوفز يعني؟ يس أكيد بعدها وبتضل، وممكن نلبسها مع جاونز على ريد كاربت أو حتى مع لوك كاجوال أكتر. ليلى حلو هلا في التوب تبعو. أنت بتحبي الجلوفز. بتحبي مع الفيلم باربي وهيك شيء يعني، رجعنا للجلوفز ورجعنا للجلامور ورجعنا للديامون وهيك بيعطي إفي إليجنت نوعا ما. لزاكسسوار يس لزاكسسوار كلهم هول بيجملوا اللوك يعني، أي تاتش صغيرة منزيدها على اللوك بنحس إنه بتغيرها مثل مثلا اليوم أنت لابسي تاي عملتي لها إضافة تويست معينة يعني، لو لبستي الشميز أو ما كان شيرت لوحدها ما كانت عطيت نفس الإفي. معنا كريس فايد اليوم، كريس فايد لابس توكسيدو كمان، شو رأيك بإطلالته بودي؟ عم بيقدم الحفلة اليوم. إتس ستاندرد توكسيدو الأسود، بس كمان كان فيه يعمل بما أنه هو ستار كان فيه يعمل شوي يغير شوي فيه يعني. اوكي سو انت بالنسبه لك ككريس فايد كاش شخصيته اللي هو عفوي كان فيه يستفيد من شخصيته ليلبس شيء غير، بس يمكن في ناس بهيك شخصيات بفضلوا بهيك محلات بريد كاربت يطفي هيك يروق ضيعته. اكزاكتلي هو شو المسج اللي بده يعطيه؟ اذا هو ما بده يخلي العالم يركزوا على الاطلاله تبعه يركزوا على غير شيء بيعمل مثل ما عمل. شكرا كثير لبودي. رح ننتقل عند سالي وابراهيم. اسمحي لي اقول لك يا ميسا ان انا مغرمه بالقميص الابيض والسيكون سكيرت، يعني شو هاللوك الخطير اللي ما ممكن انه يتوارد على ذهن احد، يعني اكيد اتكلم عن لوك المتالقه او المتالقين اللي معاك ما شاء الله كل منهم باع في الفاشن وارائهم الجميله جدا، وكنتوا تتكلمون عن صراحه something very tricky اللي هو الجلوفز، it can make or break a look. مظبوط صحيح. انت مع الجلوفز بتحبي تلبسي جلوفز صراحه اتس فيري تريكي، يو هاف تو بي يعني فيري سوبيريور ان فاشن حتى تنجحين الجلوفز في اللوك. صحيح مظبوط. وطبعا من الألق والجمال نرحب بضيفتنا المتألقة. وي ويلكم يو روزمان وذ اس توداي، تي في هوست اند بريزنتر. جود ايفنينج فيرست اوف اول، ثانك يو فور هافينج مي. يو لوك ابسولوتلي اميزينج، ثانك يو. تيل اس واي يو تشوز بينك for your dress today. So I will tell you, I saw this gown at Rami Ali's Haute Couture show in Paris, yes. And I literally ordered it right away. And I said, there's going to be an occasion to wear it. So I couldn't think of a better night to wear it than tonight to celebrate the awards. It is like your first attendance to the Duyafa Festival Awards ceremony. It is my first, but yes. I promise you, not my last. Why are you so late? It's the 7th edition, for God's sake. I know. It's, you know, honestly, I've been traveling every year. So this year when I got the invite, and of course, I'm so excited to present tonight, I am so thrilled to be here. And there's so much incredible talent and to celebrate diversity. It's honestly my honor to present tonight. Amazing. So tell us, what is your impression so far? And whom from the celebrities you liked her look or you was impressed with it? I will say, you know, I think I'm one of the first people here, so I think you're going to have to ask me that question at the end of the night. Okay. But you're looking stunning, of course. Thank you so much. So do you. Thank you. And it's just, honestly, it's such an honor to be here. And everything has been so smooth. The team are amazing. Mm. It's been such a pleasure to work with them. Everyone's so professional and kind. And there's lots of good lighting. So we love that. Amazing. Of course. Thank you, Razmin, for being here and so for attending the IAFA. It's been an honor and pleasure interviewing you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Look forward so to seeing you later tonight. Looking forward to see you too in the 8th edition. Exactly. إذن يعني يا إبراهيم لطالما كانت دبي حاضنة للإبداع وحاضنة للمبدعين والمبدعين اللي ويا ميسا والمبدعين اللي وايد سالي صراحة يعني يمكن سالي خايفة منكم من شي وايد تمدحكم في المستقبل، هات تحاول تاخذكم في صفها. لك يا ميسا خلينا شكرا لك سالي. بدنا نحكي اليوم سالي وابراهيم اسمعوا كثير حلو عن ديسكو ستايل اليوم في صبيه لابسه كثير. فاطمه انت احكي لنا عن اللوك. لوك كثير ديسكو ستايل. ليه حبيتيه؟ خاطر لان التوتال لوك يعني متناسق.
الكات تبعوا ليزيبوليت رجعنا الثمانينيات الديسكو ستايل القماش ديسكو بلينك بلينك والكات تبعوا له اون في لبقله يعني لبقله كامله مع البادي تبعوا له والشيب الفورم اون في وتوا كثير توندونس لا فورم اون في نور قديه تركي لصبيتنا هيك نوع ماشي ديسكو اللي هي بعرف بتنصح ما بتعطي فورم بده يكون القالب فعلا السيلوات حلوه لا بده يكون القالب وبده يكون العمر بيناسب لانه هي كثير كثير وجسمها حلو وعمرها بيساعدها سو قادره تلبس هيك شيء بس مش حيلا حدا يعني هيدا اكسبادي تريكي نجح مع اللوك حتى الشعر صحيح. لانه عندنا ايبولات على الكتف بنحس انه ما بيحمل نزيد صح. فوليوم صح. زياده سو الشعر مرفوع لورا كثير حلو هو من تصاميم فاطمه بوشيبا من تصاميمك هو بغض النظر اذا من تصاميمك فعلا الفستان كثير حلو وحلو انه واحد يعمل هيك ستيب شوي لقدام وينقي يكون جريء اذا بيلبق له exactly. بودي شو رايك باللوك اذا ديسكو ستايل يعني ماشي عشب لا اكيد لا شفناها برا كثير هل بالعالم العربي بتحسهم يعني اذا كان سوبر ستار كلاس اي 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 حتى لو سوبر ستار في حدا براسي هلا سوبر ستار لبسون بعتقد انتقد عليه كذا مره ايه بس انه بيسمحوا له ايه بس عاده لا انا الحبيت بالفستان تبع فاطمه كيف عملت لها خصره كمان اذا بتلاحظي كثير حلو خصره عاليه كيف اعطيها الشيب بعدها شيب نوسي يمكن لو وطى الخصر ما طلعت بهالجماليه اللي طلعت فيها هلا شفنا هلا كمان حدا بعتقد الي نخله لابس كسر لابس رويال بلو بلو ولابس قميص سوداء ايه وتحت بنطلون اسود علق لي على اللوك بودي شوية اللي بقى له اللوك لانه هو ضعيف وحلو شو لابس انا منه لابس بو تاي بس لابس قميص سوداء which is kind of انه اوكي هل اختيار الجاكيت اللي اختاره رويال بلو مع هيدي القماشه بتعطيها فينا نحطها تحت اطار ريد كاربت ستايل ايه اكيد لانه هو اذا لاحظتي لابس بنطلون اسود وقميص سوداء ما غطى على الجاكيت سو نحن وقت بنطلع فيه بنشوف الجاكيت بس لحالها which is great حلو يعني ما ضيعنا نظرنا مزبوط 100% بدنا نشوف مين عم بينزل في كمان صبيه هنادي لابسه من مايكل سينكو هون لابسه كمان سيال بالجولد يس بلو سيال مع جولدن مع بلو سيال ايه بلو سيال هي فاتحه كثير على ما بعرف بس يجي الاضاءه عليه هيدا اللون مع هيدي الخلطه القماشي نور لمين بتلبق اكثر شيء بتحسي؟ يعني انا برايي لازم اذا حدا شوي سكن تون تبعه شوي وورم وورم يا شوي بلو برونزي اي ثينك بي ات ويل ستاند اوت مور صح الكومبينيشن بين لايت بلو جولد از نايس يعني البلو رايق بنفوت معه شويه سباركلز شويه جولد واي نوت هو شو القوة هيدي الاطلاله انه يمكن الاضاءه لما بتضرب عليها بتضوي اكثر بودي انت كيف مع هالاطلاقات الاطلالات اللي بتكون كايند اوف كلاسيك بتحب المراه الكلاسيكيه ايه شو بتنصحها للمرأة انا كذوقي انا بحب المرأة الكلاسيكيه ما بحب كثير الالوان مثلا هلا نحن عم نشوف ساتين بيستاش وهيك انا ما بعرف ما كثير بحبهم مش لانه منهم حلوين بس ما بعرف ما بحس انه بيعطوا قيمه إيه لو كان شوي اجمل لون الواحد ايه معك حق ايه يس شكرا هلا رح ننتقل لسالي ابراهيم وبنرجع بنكمل الاطلالات اللي معنا نعم نعم نعود لضيوفنا اليوم في المهرجان ونحن حاليا نشهد وصول هليكوبتر منو في الهليكوبتر يا ترى نحن ما قلنا لكم بان النجوم بينزلون حرفيا من السماء في بدايه البث وفعليا النجوم اليوم النجوم تزين سماء دبي وتزدان بهم ليأتون من السماء محلقين عبر هليكوبترات ستحط في محط المروحيات هنا في مدينة فستيفال سيتي نعم. في الفستيفال باي ومنو في منو في منو في المروحية هذه المفاجأة الأكبر نقول ولا ما نقول يلا نقول خوفتيني يا حمام اقول لا ما اقول حسستيني انه سر طبعا معانا الان في الهليكوبتر نعم. اللي طبعا متعاونين ويانا في فالكون افييشن طبعا نوجه لهم الف تحيه باميلا كيك الفنانه الفنانه اللبنانيه باميلا الكيك
تحط رحالها في دبي فستيفال سيتي عبر المروحية مثل ما تشوفون على الهواء مباشرة. النجوم يزينون سماء دبي وسماء دبي تتألق بهم دائما. نعم نعم. ومعانا أيضا إحدى طبعا ضيوف المهرجان اللي بنشوفها أيضا على الستيج، تكرم إحدى الشخصيات معانا زميلة الأستاذة الإعلامية فاتن زين الدين، حياك الله. شكرا لكم. وأنا يعني هلأ تفاجأت بقصة الهليكوبتر، وبدي أقول لدكتور ميشيل شو بعد في مفاجآت بضيافة، يعطي ألف عافية. ما شفتي شيء بعدك، ما شفتي شيء. ما معقول هالتفكير هال up to date بكل الأفكار اللي عم بيقوموا فيها. ضيافة مهرجان ثقافي فني إعلامي تكريمي مشرف، بيشبه دبي، بيشبه الوجه المشرق لدبي. شكرا دكتور ميشيل على كل التعب عن جد. نعم. يعطيك العافية. طبعا نحن على الهواء الآن نشهد نزول الفنانة باميلا الكيك من المروحية اللي كانت محلقة فيها عبر سماء دبي اللي هي من شركة فالكون أفييشن. نشكر تعاونهم طبعا معانا، وطبعا نحن جدا متشوقين لرؤيتها معانا هنا على الريد كاربت. لكن أنا حابة أسألك يا فاتن كإعلامية، يعني الإعلام هو لغة التواصل ولغة الإيصال للمشاهدين، إلى أي مدى يعني الإعلام والمهرجانات هذه الفنية والثقافية مكملة لإحداها الآخر؟ أنا بقول المهرجانات، خاصة المهرجانات الثقافية والفنية اللي عم بتصير كتير مهمة، لأنه بتوصل صورتنا. نحن اليوم بمهرجان عالمي مش مهرجان عربي، ضيوفنا عالميين، مشاهدينا عالميين، عم صورتنا عم توصل على 12 و13 منصة، صوتنا عم يوصل لكل العالم، لازم نضلنا مكملين. وأنا برجع بقول بدي أتشكر دكتور ميشيل لأنه قدر وبطريقته الخاصة يشارك ويواسي أهالي غزة والكل عم بيصير على طريقته، ما لغى المهرجان، خلى المهرجان واستفاد من كل هالمنصات لتدعم القضية الفلسطينية. اسمحي لي أشكرك على هذا الكلام الجميل. صحيح. أنت يعني عبرتي عن يعني اللي ما في صدورنا كلنا أن هنا يعني نتكلم بالأمل، بلغة الأمل، ننقل رسالة أمل في صنع الخير. أنا بعد حابة أخذ رأيك بالفنانة باميلا الكيك ودورها الأخير اللي الذي أثار جدلا واسعا. أنا شهدت كتير مجروحة بباميلا، لأنه خلال كل أعمالها أنا ببعث لها على إنستغرام قديه معجبة بأدائها، قديه هي فنانة صح بوقت قالوا الفنانين الصح. باميلا مش بس فنانة، هي ظاهرة أحس. باميلا حدا بيدرس، يعني إذا بتحضري باميلا بتشوفي عم تحضري مدرسة بالإلقاء بالتمثيل بكل شيء. أنا بالنسبة لي هي من أهم نجوم لبنان ومن أهم نجوم الوطن العربي، ومبسوطة كتير بالنجاح اللي حققته لأنه بتستاهله. يمكن إجا شوي متأخر، ولكن باميلا بتستحق تكون نجمة عربية مش بس لبنانية، وبكريستال وأيضا بأعمال قبل حققت أنها تكون نجمة عربية تستاهلها وبجدارة. وجدا سعيدة أنا والله هي حتكرم جدا جدا. نحن جداً اللي سعيدة. مبسوطين فيك يا فاتن. أخيرا خبرينا عن إطلالتك الباهية والزاهية. عم لابس اليوم من أفا فاشن من الليست كولكشن تبعه ميرميد كات ساتن دريس، اختاره هو وحط لي كمان الجلوفز. nice. وأنا مثل ما هو بيقول أحمد وفنشنزو أنا بمشي لأنه كتير بوثق بذوقهم ودايما بلبس من عندهم. يعطيك العافية يا فاتن، جدا سعيدين بحضورك معانا، أسعدتينا بكلامك الطيب. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. لكم ساعات وقتين، يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم. بما أن جبتوا طاري الإطلالة فرح ننتقل الآن إلى ميسا. نعم فاتن بتعقدي وسالي كمان، وإذا مثل ما عم نشوف عم تسمعوا معنا الهليكوبترز المشاهير عم تنزل من الهليكوبترز. أوكي بدنا نحكي عن الإطلالة. هلا عم نشوف بلون الفوسفوريك، لون قوي يعني لفتنا. فاطمة خبريني لما شفناه قلنا واو هذا اللون اللي لفتنا. في ناس يلبسوا الألوان تجبد تلفت الانتباه مثل ملكة بريطانيا من قبل. yes. كانت تلبس كتير تايور سيمبل بس الألوان فيغ فليو روز اتوي. بدها تخرج في الصورة هي اللي تلفت الانتباه. yes. نفس هيك الألوان متعودين بالأسود على الريد كاربت، بالريد في ألوان متعودين بها، بس هالألوان أوكي فلاشي. حلو ما حلو فلاشي. فلاشي. بس تجبد فلاشي. الأنظار تجبد الجورناليست. مثل ما كنت عم بتقولي أنه كمان إذا بدك تنقي يمكن ما بعرف إذا بتوافقيني الرأي، الفلاشي مثلا ألوان تكون لون واحد أوكي. مش كذا لون مع بعضهم،
فشو رأيك بإطلالتها لفترة كمان لابسة من مايكل سينكو اليوم؟ لون واحد وقصة ناعمة، لأنه الرجل اللون صارخ وقوي، سو لازم الناعم بيطلع. الفنانة باميلا الكيك صارت معنا لنلقي نظرة على إطلالتها. باميلا عرفت بآخر مسلسل عملته بالفاشن، يعني الانطباع الفاشن اللي عملته كتير قوي. شو رأيكم بإطلالتها؟ بودي أنت كرجل كيف لقيت بتعرفها لباميلا شخصيتها وهيك بتحب هيك نوع؟ هي كتير حلو شو لابسه، حلو كتير لبقلة، واللون لبقلة ألغنت ومع شقر ومع جسمها كتير حلو. بحس باميلا بتقدر تلعب بالشخصيات بطريقة كتير سريعة لو تنقلت من كاركتر، يعني بتعرفي انت كل ما بتلبسي شغله بتطبعي كاركتر معين بتعطي. هي من الاشخاص القليل شو ما تلبس بتقدر تعكس هالكاركتر، لانها اي ثينك تحترم اللوك. اي الفستان بده شوسور، فما نوعيه شوسور تلبق للفستان ونوعيه تسريحه الشعر. صحيح. سو انا كنشوفت اللوك كامل تخليني نحلم نتخيل الستايل هيدا. صحيح. أنا يس أنا حبيت اللوك، حبيت اللوك نور، حبيت اللوك وقريب على شخصيتها، قريب على شخصيتها، يعني دايما بنشوفها هي out of the box عم تنقي أشياء متميزة قوية. واليوم شوي عملت تاتش زيادة elegant يعني بالتطريز اللي موجود. هلأ منشوف الفنانين البقية، رح أروح لعندك سالي وإبراهيم، تفضلي. يعطيكم العافية يا ميسا. طبعا let me say Chris Fade is in the house. Feels so good. Yeah, it feels great to be here. The energy here is wonderful today, tonight actually. It is. It's beautiful. The weather's great. We're here in Dubai. We're ready for one of the biggest Ziafer Awards for 2023 ever. And I'm happy to be alongside both of you right now. We're Thanks. Happy to be alongside with you today. Tell us about your participation in the 7th edition of Ziafer Ceremony Awards. Well, I'll be hosting the awards tonight alongside Noha, which is an honor to be here. My role, I want to bring some energy to the room. I want to bring a vibe to the area. We have some of the biggest stars from around the Middle East here tonight. So my job is just to link it all together and make sure that we have a lot of fun tonight. Chris, why don't they focus on our looks and the red on the red carpet and talk as about men, it as men like who they are have you a special wearing today corner there and they talk talking about costumes and you know listen okay. And dresses. Ibrahim, let me ask you, tell us about your look today. I chose the material from the khayat tailor. Okay, the typical way we do it yani. Are you happy? Yeah. You look amazing as usual, Ibrahim. Thank you. Not as amazing as Chris tonight. Chris, you look stunning. Let us know from whom are you wearing. I mean, listen, I'll start from the bottom. Christian Louboutins that I got, which are beautiful. The suit, I have absolutely no, I think I've mixed and matched it. I don't know. Amazing. Where, I don't know. For me, I've got a bunch. I think what comes spontaneously does the best. Well, I'll tell you, for men, it's very easy. And I'll tell you, most of us are either wearing a tuxedo, Condora. For the ladies, you guys can go all out. And I think that's why it's their night on the red carpet. Exactly, exactly. It's your night on the red carpet. Okay, thank you, Ibrahim. Did you hear that? Thank you, Ibrahim. Thank you, Chris. My last question will be, Dubai has always been a destination for talented people, for artists. This industry, the cultural plus entertainment arts. Plus arts, plus we're witnessing today so many people from all over the world celebrating art and artists. Yep. What is the secret that makes Dubai a leading and a capital of innovation and artistic? You know what's interesting? I moved from Australia 16 years ago to Dubai. I was meant to be here for 2 years. I'm 100% Lebanese. My parents are born and bred in Lebanon. And always the Middle East was an area from Australia where we said, oh yeah, it'd be nice to visit. I think they're doing things okay there. 16 years on, people from around the world, be it America, the States, Europe, they're now wanting to come to Dubai and they want to call it home. This city has evolved so much over the last 16 years. Now we're pioneering. Now we're ahead of the curve. Be it music, technology, business, we here in Dubai are doing everything the right way. So when it comes to music, when we started Virgin Radio, which is the station that I started here with a few other men 16 years ago, music from this region was only just beginning. But I can really feel now that the music from the Middle East, like we've seen with a lot of the Spanish music,
music and the Bollywood music is going around the world. I believe the next one is for us Arab artists to be able to pioneer on the European charts, on the American charts, hopefully, to have Middle Eastern music playing and Middle Eastern artists representing this region globally. Hopefully. Amazing. Well said. Chris, ولا كلمة عربي؟ أنا بفهم شوي شوي عربي. شوي شوي. شوي شوي. But my mom tells me to don't just leave it for her, she tells me. Okay. Yeah. Thank you, Chris Fate, for being with us today. We are really honored for you to be a part of Diafa and its 7th edition. Cannot wait. We're going to do this. 2023 Diafa, we're coming for you. Let's go. والآن طبعاً نستقبل الملكة التي حطت رحالها من السماء متألقة بجناحين من اللولو. حبيبتي هو هاي إبراهيم كيف كنت؟ الحمد لله. So good to be here. اليوم سمعت ما شاء الله النساء في المهرجان كل وحدة تمدح الثانية بشكل كثير كبير. شو موضوعكم اليوم؟ غيران أنت غيران؟ يعني حنية كثير يعني. حلو الجمال. حلو الجمال. حلو الغزل. Pamela, you look stunning. Thank you. Tell us about your look. تدخوري. واو اسبن من الجمال especially for Diafa amazing you look amazing Thank طبعا you. انت حطيتي يعني فاجأتي الكل في المهرجان جاية بهليكوبتر مع شركة Falcon Aviation خبرينا كيف كانت التجربة ليك دايما وقت نروح بالجو الجو صار غير البر فيمكن شوي احلى فكانت اكسبيرينس حتى اتمتع بجمال دبي من فوق شو كان الفيو وصفي لي اياه حلوة كتير يعني للصراحة وطنيا خلتني دبي بغار على بلد انه ليه ما عندنا تنظيم مدني هالقد صح مثلكم نورتي المهرجان شكرا نورتي المهرجان يا باميلا انا حابة اسألك عن رايك والبارتيسيبيشن مالتك في الدورة السابعة لمهرجان ضيافة التي يأتي هذا العام تكريما لذكرى سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة طبعا يعني انا كثير بحيي اول شيء يعني هالقيمين على هالحفل لانه اليوم مش مين ما كان بيتكرم مش مين ما كان فكل ما نجاح يتكلل بتكريم ونضوي على اسامي حلوه طبعا فاتن حمامه منا فيا رب نرجع نعيد هيدا الزمن الجميل ونحن نكون مكملين السيره نعم يعطيك العافيه انا بعد عندي سؤال واكيد انا متاكده ان كل المشاهدين عندهم نفس السؤال عليا انت خلقتي ظاهره خلقتي شخصية مع أنها تسوي يمكن أشياء مثيرة للجدل لكن لا يمكن كرهها It's the unhateable villain Thank you, I love that كيف قدرتي أن تخلقين هذه الشخصية وتبنين هذه الشخصية المتناقضة اللي حبيناها بتناقضها بتضادها بنفسيتها بفرحها شو اللي أنت جننتي العالم وقت شخص هو يصدق رح يخليك تصدقي وقت الشخص الممثل بيشتغل بتجسيد الدور من قلبه بالشغف عم بيشتغل إلا ما يخرق القلب عند المشاهد ويحس فنحن اليوم اللي عم نقوله الجملة أكتر شيء ما بقى تفكر حسه ما بقى تفكره فالإحساس إلا ما يخرق ويوصل إنزين هل هذا الدور حط عندك أبعاد أخرى للناس اللي ممكن تخطئ في تعاملها مع الآخرين هل تعذرينهم أصبحتي بشكل أو بآخر؟ ليك النرجسية أو الإيجو لا تبرير لهم نعم. ولكن كل واحد عنده عقدته حربه قصته عليا اللي كان مبين مش هيك أنا كرهت زيادة من الورق الناس أول 20 حلقة لأنه بدك تنضجي بعدين بده يطلع الحنين بده يطلعوا الأنسرز ما فينا نضلنا نحكي بالمشاكل دايما بالحلول فالحلو بعليا أنه بلشت مثل ما كل حدا عنده مشاكل بس وصلنا للوجه الآخر بالآخر نعم. سؤالي الأخير لك يا باميلا أنا لطالما كانت دبي حاضنة للفن والفنانين والمبدعين من كل أنحاء العالم ما هي رسالتك اليوم كفنانة في مهرجان الضيافة حب تحرير تحرير لأفكارنا تحرير لتكبير خيالنا يعني نحن أشخاص حلوين ومنستاهل العيش الكريم منستاهل يكون كل واحد عم ينقله برافو لأنه الله حط وزنه بكل واحد منا كل واحد is gonna shine his own way الحب هو الحل لكل شيء واحد زايد واحد قد ايه إبراهيم حب هاي سالي بس نحن الحريم نفهم على بعضنا فاميلا الكيك نورتينا شكرا. وأسعدتينا ب يعني نزلتك شي من السماء كنك قمر حبيبتي ثانك يو شكرا كثير لكم حبيبتي يعطيك العافيه ثانك يو اذا يعني ما اعتقد في اثنين يختلفون على اطلاله فاميلا اليوم يعني سكتت الكل بجمالها صراحه شو رايك يا ميسه فعلا كثير حبيت اطلالتها لفاميلا الكيك كلنا عم نحكي هلا عنها
كتير حلوة إليجنت حلوة ولحية عم تقطع قدامنا هلأ كمان. رح ننتقل نحكي سوا عن إطلالة لوجين عدادة هلأ على الوول أوف فيم، لابسة فستان باللون الأسود الأزرق أكشلي، ما بعرف كيف شفت الأسود أزرق ولا أزرق أزرق وجولري أزرق كتير 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 حلو. شفتيها لحقتيها فاطمة شوية أي ودي بعتقد كنت عم تقولي يمكن تكون لابسة جورج حبيقة، لابسة جورج حبيقة وحبيت إنه لابسة ترانسبيرنت هيلز تعطيها شوي كيف طول أكثر. كيف وصلتي للهيلز؟ يعني أنا قطعت من عندي دغري من فوق لتحت على الأزرق ما فيني لازم ألقط. لا أي لايك ذا. ليه حبيتي الترانسبيرنت؟ لأنه عادة هي لبسة فستان قصير صحيح، فإذا لبست شوز سترابي شوز أو حيلا لون ثاني بده يقطع لها طولها. قديش مهم وحدة تنتبه على هيدي الأمور؟ يعني أكيد أكيد هذا كثير أساسي. سمول ديتاي، أنا نقول سمول ديتاي يعني السير هيك ولا البراسلي تغير كثير شيء في الستايل. It's in details. بودي أنت حبيت الإطلالة بهيدا الشك باللون الأزرق مع الجولري وكلها؟ إيه حبيت، بس مثل ما قالوا أنه هو بالآخر في علم صح مفتي. يعني تقنية إيه أكيد، يعني أنه الواحد فيه يلبس مثل ما هو بده بس بالآخر في علم. تعرف شو اللي بدي أقول لكم شغلة اللي أكتر شيء بحس أنه يمكن بتن واحد بينجح فيها كستايلست أو ديزاينر أكتر أنتو، أنه لما بنعطي رأينا لحدا أنه ليه ما تلبس الفستان دايما بقلهم منقلهم تقنياً مش ضابط، مش بحس وبتصور، لأنه هي سيدة مش جاية تتحس لها بس بدك تقلها ليش مش ضابط تقنياً. نقطة كتير مزبوطة، شنك واحد بيتعلم أنه بتفسر مزبوط من دون. هلأ قطعت فاميلا كيك ولجين عدادة وقطع معنا لفتتنا الكيب مع الفستان، إذا انتبهت كنت حاطة وحدة صبية كيك مع فستان مطرز. أنا صراحة كتير حبيته، بس عندي تعليق على لجين عدادة أنه أنا كنت نقيت شيء أكتر بيشبه مش هالقد في شك لوجه لأنا شي لأنا نعمة كتير. لأنا نعمة that's it. بتقول أنه أنا لازم أعطي رأيي مزبوط. بس نرجع للكيب، شو رأيك بالكيب الإطلالة؟ لفتتك؟ حبيتها؟ ما كثير، ما بعرف، ما حبيت. ما حبيت؟ ما حبيت. شو اللي ما حبيت فيها؟ حسيت أنه عم بياخد attention من غير شيء. أيه. يعني كنا ركزنا هلأ على الكيب، لاحظت إذا صح. ما انتبهت لا على الفستان لا على جسمها صح. لا على اللوك ولا شيء، بس حطها هذا الكيب سو هيك ما بعرف. تعرف شو أنا بحس بودي الديتاي هذا بدها، إحنا على الريد كاربت بدنا نلفت النظر، يعني maybe that's why الكيب لفت أيه؟ النظر. بس عنده نقطة، أنا مع إنه واحد يحط كيب ويلفت النظر، بس حسيتها لايك مش فايتي باللوك مزبوط، كأنه أنا عندي درس وحطيت كيب. يعني رح اقول لكم ليه، لانه الفابريك تبع الكيب كتير حلو هالنقطة، ما انتبهت صح رقيقة والدريس تبعها كله امبرويدري، يعني ما في بالانس كتير. بركي لو شفناها الكيب شوي الماتيريال الاسمك يمكن لو طرز شوي من الكيب معقول مثلا يعطي بالانس مثل ما عم بتقول في رابيل. ايه في رابيل كان ايه؟ الكيب مطرز في سيلويت كاملة صح، يعني في فستان فروم الراس لتحت في سيلويت، كنت ما حسيتي مركب يعني. طيب يعني اون جينيرال حلوه فكره الكيب، بس بدها تكون توافقنا على نفس على نفس الايديا. ثانك يو. بننتقل لسالي، تفضلي سالي. ها نعود طبعا لضيوفنا الذين يتوافدون لمهرجان الضيافه، وانا سعيد قوي أوي أوي أوي, أوي. أني اليوم ألتقي بإنسانة أنا حاولك حاجة بها أستاذة أسماء إبراهيم. دائما لما تطلع توك شوز جديدة أقول أو أناذر توك شو على التلفزيون، بس لما شفت البرنامج اكتشفت أن لا، هو جديد في روحه، جديد في طرحه، جديد في أسئلته، نضوجه واحترامه لعقل المشاهد. هذا اللي جدا جدا فعلا كان ملفت في برنامج حبر سري، اللي أنت بنفسك قلتي في مؤتمر صحفي كان عبارة عن حلم وتحقق. حياة الله في الضيافة وحياة الله في دبي. خليك يا رب. شكرا. طبعا دبي دي بلدي التانية وانا اغلب وقتي عايشه هنا وسط اهلي وناسي، يعني اهلا بيكم. اهلا وسهلا فيك. خبرينا في البدايه عن اطلالتك، لان اكيد المشاهدين وفريق ميسا يتساءلون عنها. انا اطلالتي النهارده كلها الكسندر ماكين. Amazing. الدريس الدريس والشوز والباك كله الكسندر ماكوين. Amazing. You look stunning. As usual طبعا. يا أسماء خبرينا عن مشاركتك هذا العام وتواجدك على الريد كاربت في الدورة السابعة لمهرجان الضيافة، التي تأتي تكريما أيضا لأيقونة مصرية أحبها العالم وأحبتها السيدة الراحلة فاتن حمامة.
طبعا مبسوطة قوي يعني ان انا اكون موجودة النهاردة، وكمان دكتور ميشيل حد غالي عندي قوي، هو على طول يعني داعم ليا قوي جدا. فلما كلمني وقال لي اسمع هتتكرمي السنة دي فالكون اوف ذا يير، قلت له لا يا دكتور انت بتهزر، قال لي بجد، كنت بعيط من الفرحة، فرحانة مش قادرة اصدق. تستحقين ذلك وبجدارة طبعا. ثانك يو بجد، فكنت اكيد فرحانة قوي ومبسوطة وسعيدة وفخورة. وزي ما انت قلتي كمان النهاردة يعني الدورة باسم الجميلة الراحلة العظيمة فاتن حمامة، فده شرف لينا قوي ان احنا نكون موجودين النهاردة. نعم. حبيبتي يعطيك العافية، طبعا نحن سعيدين أكثر بوجودك. بعد حابة يعني أسألك كإعلامية كشخصية تتعاملين دائما مع النجوم مع الفن والفنانين والمبدعين، اليوم دبي أصبحت قبلة للفن والفنانين حول العالم، برأيك شو هو السر الذي يجعل دبي مهيمنة في المشهد الفني؟ السر إن دبي دولة محبة للفن والفنون. دولة الإمارات العربية عبارة عن قلب كبير، الناس كلها بتحبه، الناس كلها بتكون مرتاحة وهي موجودة فيه، دي حقيقة، بتلاقي مرتاحة، شعب جميل، الحياة جميلة. طبعا احنا كل عالمنا العربي جميل، بس انا شخصيا واحدة من الناس اللي متحمسة للإمارات قوي، وبشوفها فعلا ان هي بلد التانية. طبعا هي بلدك والبيت بيتك. طبعا انا لسه بيقولوا لي اهلا بك، قلت لهم انا صاحبة البيت. طبعا اكيد طبعا اكيد طبعا، وتستحقين وبجدارة هذا التكريم، ونحن سعيدين جدا بتواجدك معنا. على امل نشوفك ان شاء الله متزينة على المسرح بعد قليل. نعم. حبيبتي شكرا شكرا شكرا، يعطيك العافية. اذا ابراهيم يعني جدا سعيدين بالاسماء الموجودة معنا هذا العام، المتألقين جدا على الريد كاربت ضيافة سيرموني أوردز، لكن شو ميسة 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 بدنا نحكي لك يا ميسة، بدنا نحكي بد سالي إبراهيم، في صبية البريزنتر رهيبة حيدر ما رأيت هلأ معنا، كتير لفتتنا إطلالتها، لبسة ألكساندرا بوتيه كتير حلوة، إطلالة البلون الأخضر، قلتي شغلة كتير حلوة فاطمة عن الإطلالة، عيدي لنا إياها. حبيت اللوك مودرن بس شرقي، يعني في لفتة للمرأة العربية بالفولاغ هيك كيفش أي، والكالر حبيتها، حبيت اللون الأخضر، اللون الأخضر مع السكين تبعولا حلو. أي والطول الفستان يعني كنا عم نقول قبل على الفساتين القصيرة مثلا، هيدا فستان قصير بس هيك بطريقة عاملها القماش اللون اكيد اون بوينت وبيمشي كثير منيح. 100% انت كنت ضد الكيب اول واحد، شو رايك بهيدي الاطلاله؟ ما بعرف ليه حبيته هيدا، لانه منه عاملها دفوع على جسمها حتى الفابريك كمان والكيب كيف معمول وهي بتيت وكله راكب اليجنت، حسيت مثل اللحاف المراه العربيه تبعه زمان، يعني في انسبيريشن مثل متلحفه بس بشي مودرن شي يعني بايتي ايه شي فلولس اللوك تبعها ديفرنت عن اللوكات اللي قبل مع كيب، تحسيهم هيك متميزين كثير. عم نشوف كيبس على الريد كاربت هلا، صار قاطع اثنين كمان بتحسي بتلبسي كيب نور؟ معقول بحس معقول حلو عليك، معقول معقول، بس كمان بده يكون يعني بمحله، مش معقول بس حط كيب تعمل ستيت يعني كل شيء على نور. فاطمة شي مره صممتي مع كيب لوكس؟ صممت حلو، انا بحب الكيب حلو، الكيب في مثل هي شيء في رشاقه للمراه، في اليجنسي رويالتي هيك صحيح، بعتقد شايفي عندي كذا هيك بس كتير إليجنت، وبحب الكيب على جنب واحد yes. يعني مثل الفولاغ هيك يا حلو في شيء nice. يكمل الفستان، يكمل الفستان مع فستان ستريت، الكيب حلو. بودي كمان الشباب في فترة بالجاكيتس تبعهم كان الكيب ماشي، بس مزبوط. بس هالفترة ما عم نشوف مزبوط كتير. وكان امبادد بالجاكيت، يعني كان محطوط بالجاكيت، مدروس بالجاكيت، هلا خفت شوي، خفت اكثر، بس اذا بترجع بعتقد بترجع بتمشي حلوه. ايه بس كمان بده يكون كمان مثل ما قلنا انه بطريقه شوي لوك غامض يعني. في لوكات هلا عم تقطع، في توينز هلا قطعوا، بدي اسالك بودي اذا انت بتحب التوينز يلبسوا مثل بعضهم تاكسيدو ولا بتفضل؟ اكيد لا، لا بحب التوينز يحسوا معه، لبسين نفس الشيء هالتوتو، التوينز لبسين مثل بعض شباب او بنات، كأنه حاطط كرافات وبوشات نفس اللون، لا ما بقى داري ليش بده يكونوا مثل بعض. اوكي التوينز، طيب ليه ما بتفضل بودي يكون التوينز لبسين نفس اللون؟ شو بفيد؟ ما بفيد ليش شي. لا بالعكس، ما هن توينز ايه؟ لازم ما نعرف انهم توينز حتى بيلبسوا، يعني انت بيلبسهم بتفضل تعمل نحن وي اكسبكت دم يكونوا ايدنتيكال، يس، اذا اجوا ايدنتيكال ما في اكسبكتيشن، ما في شيء بهرنا
حلو. سو نحن وي اكسبكت ذيم يكونوا ايدنتيكال. اذا كان كل واحد شيء بصير نقول اه ليك هذا ذوقه غير عن هيداك، مع انه ذي ار توينز. هي مش هون المشكله، المشكله انه كيف بدك تفرقهم عن بعضهم كمان. يعني هيدي كمان انت بدي احكي مع حدا بعرف كثير توينز انت مين؟ لا انت بس شوف مور اوف ستيتمنت على الريد كاربت. انا ما بوافقك الراي، انا بحبهم يكونوا لابسين مثل بعض. ستيتمنت انه مثل بعض اذا شباب مثلا. ايه ليه لا؟ It's more of a statement. شوف اثنين لوكين مثل بعضهم هاد تو. حلوة. بنرجع نحكي إذا كانوا بنات توينز. هلا بننتقل لعند سالي وبنكمل حديثنا. يا ميسا يعني الجمال اللي جنبي معور قلبي. يا حياتي أنا اسم الله. ما أقدر على كلامكم ما أقدر. يعني شو هالجمال والألق والألق والزهو اللي أنت فيه. نهى نبيل مرحبا بك وحياك الله. Thank you so much على الكلام الحلو، شكرا على أنتوا تهبلون ما شاء الله اليوم. تسلمين. Thank you. وأنيقين وجميلين كالمعتاد، وأكيد ضيافة يعني لازم الواحد يطلع أجمل ما فيه. هو احتفالية تنافسية فيها الأناقة والجمال وما شاء الله الكل حلو اليوم. نهى يعني أنت زينتي السجادة الحمراء بحضورك اليوم، وأنت ستزينين كذلك مسرح ضيافة في دورتها السابعة في تقديم الحفل، وكذلك نهى نبيل بيوتي البيبي مالك. نعم. موجود هنا كسبونسر. خبرينا عن هذه التجربة ككل، يعني هي كثيرة الأبعاد. صحيح. نعم. أنا أحب ضيافة، بالنسبة لي هذا يعني من أهم الأحداث اللي أو الاحتفالات اللي تنافس الاحتفالات العالمية. أحس ذا أرب أوسكار مثلاً. فجميل جداً إنه أكون أنا كبراند كإعلامية جزء من هذه العائلة الجميلة. سألتوني قبل الهوى إذا كانت هذه أول مرة. أنا كرمت في ضيافة قبل 3 سنوات كمؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، واليوم بعد 3 سنوات صار عندي براند ميكاب. في هذه الأحداث وهذه الفعاليات جميل جدا نحن نبرز كأسماء عربية كبراندات عربية. نعم. فسعيدة جدا، ما في أجمل من هذا المحفل أن أكون موجودة فيه. لو نتكلم قليلا نهى عن البراند، يعني هي قصة وهو حلم، وأن تصنعين براند يكون inclusive for all Arab women. صح. is amazing. وأن يحقق هذا النجاح رغم عمره الوجيز. صح. amazing بعد أكثر. خبرينا كيف حولتي هذا الحلم إلى واقع، وواقع ناجح جدا. الحمد لله. هو نهى نبيل بيوتي ابتدى كحلم مثل ما تفضلتي، انطلق سنة 2021 في ظروف جدا صعب أنك تبتدي فيها بزنس، يعني. نعم. كنا طالعين من كوفيد والأمور هذه كلها، لكن الحمد لله يعني ثقة المتابعات وثقة العميلات. كبراند عربي الفكرة كلها أنه يحمل الهوية العربية from A to Z، يعني من اسمه، من استخدامنا للكاليغرافي او الكتابات العربيه والشعر. صحيح. العربي اللي هو جزء. صحيح. من شخصيتي. زين نهى ما تبي تسوي لنا شيء ولا بس حق شباب؟ بلا، في نيه. في نيه بس يعني. لا 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 هذا خبر اكسكلوسيف. ابغى اقول شيء. ابغى اقول لكم انا شخصيا شو تعني لي نهى نبيل. الله يسعدك. لاني انا تابعش من يوم ما نحن الاثنين كنا صغار على التلفزيون، وبعدين لما كانت في امريكا كان عندها الموقع البلوج، وبعدين لما صار عندك الانستغرام، كل المراحل، ولما صرتي انتربرنور هذا يعني لنا وهذا ياثر فينا ترى. نحن كابناء جيل واحد ايضا نشوف واحده من بنات جيلنا كبرنا معاها وتنجح هذا النجاح الكبير. انا حابه بعد اخذ منك سر. واتس يور فيفرت برودكت؟ حطيتها الحين انا صراحه، هو لانه انا عندي بشرتي مختلطه شوي. فمثل هذه الاجواء والفعاليات لما الواحد يتوتر يخاف الوجه يلمع وكذا، تبي البشره تكون سموث اند بيرفكت. ماي فيفرت برودكت البرايمر، جل الحواجب بعد. اي هاف وان بيبي، كلهم حبايبي. والليبستيك. What am I wearing from Nuha Nabil? اليوم؟ Hey. What I can't tell? Yes. I don't know. Eye shadow or lips. شو هالامتحان الصعب؟ شو هالامتحان الصعب؟ Eye shadow, lips, and eyeliner. I'm obsessed with her eyeliner. I know my babies. Yeah, yeah, yeah. I'm obsessed with it. يعطيك العافية نهى. أنا قلت زهينة ما يزهج. حبيبتي حبيبتي أنت. Thank you نهى for being with us. You look stunning. نتمنى لك التوفيق في كل خطوة تخطينها في حياتك المهنية وكذلك عبر السوشيال ميديا. كل الناس تحبك وكل الناس دائما متابعة لكل جديد تطرحينه. حبيبتي. وأكيد متحمسين للمن سكشن اللي المن ما أدري الخط اللي ما أدري شو الخط اللي بس في الحفلة بنعرف. خلاص بنوري المسرح اليوم. شكرا لكم. شكرا للضيافة اللي تجمعنا دائما إن شاء الله على هذه الفعاليات. يعطيك العافية. ننتقل لك يا ميسة وخبرينا عن زهو نهى نبيل اليوم. ولا صراحة نهى كثير أنا كثير بحبها واشتغلنا سوا قبل معها
وشخصيا انا بحبها والاطلاله تبعها اكثر من رائعه، لون كثير حلو اذا بتقدروا تشوفوه كمان كثير لبق لها شعراتها الميك اب تبعها. اصلا نهى حضورها دائما هو اللي بيطغى على اي اطلاله يعني، وانعرفت بهيدا الشيء سو بتعقدي طالعه بتجنني. Thank you يا ميسا، طبعا متحمسين نعرف آراءكم بكل الضيوف اللي واصلين على سجادة الحمراء لحفل ضيافة في دورتها السابعة. عم نحاول والله أن نحكي بالموضوع قد ما فينا بكتير رقي، ويعني من دون ما كتير نجرح بحدا. وهلأ كنا بدنا نحكي عن إطلالة لفتتنا، شاب لابس جاكيت جلد leather. اللي لقطته هو نور، بس حبينا بودي نعرف انت هلأ شو رايك. هلا هي المشكله انه لابس بنطلون جلد كمان. ما شفت منزل، ما شفت لو لابس جاكيت عامل فوق لتحت، انت شفتيه فوق لتحت. لو لابس جاكيت لحالها كنا معقول نقول شيء، كانت مرقت لو بس من لا فوق. كنا قلنا شيء بس مع البنطلون ما في شيء تقوليه بقى. ما فيك تشوف، سلمت. يعجز الكلام، يعجز الكلام. عجز عن الكلام بودي اكشلي قبل ما اوصل لنور اللي انت شفتي الاطلالي، شو رايك؟ ليك ما ليش بحبي. ليه قلتي لي ما بحب؟ لانه تو كاجوال لهيك ايفنت، يعني هيدا اللي كنا عم نقوله كل لوك له محله. سو هيدي من البيج نو على ريد كاربت اكيد، نو لاذر على ريد كاربت. انت شو رايك فاطمه؟ اوكي الريد كاربت بدها احترام، بس كل شخص عنده شخص عنده كاركتر تبعوله. بس انا في قواعد كنا عم نحكي عن القواعد، هل الجلد فوق وتحت يعني جاكيت وبنطلون يعتبر؟ بس هلا الجلد والكاركتر تغير، ما بعرف. طب لو جلد بقصة تانية مور تو تقصيده ميبي. اوكي احنا جلد موتور سايكل يعني موتاغ، احنا جلد تعودنا بيه بالموتاغ تو، بس اي ثينك العصر تغير. انا هون ما لحوي بلشنا أنا هالمرة انت no. كتير هيك رقيقة بالموضوع اللي عم تحكي مزبوط. انا برأيي انه في الواحد كاركتر، بس في قواعد اللي هو على الريد كاربت بدك تكوني شوي مور تو اليجنت. مين بيكسر القواعد؟ يعني مثلا لو اجى مايكل جاكسون هلا ولبس هول التياب كنا قلنا واو. هو كمان عرفتي بس مايكل جاكسون يوصل في مساج، الممثلين السليبرتيز عندهم مساج من وراء، بس شو المساج يعني؟ هو اللبس وهو الشخص بس كمان. بس مثل ما قلنا نحن لكل مقام مقال، يعني في محلات اذا انت بدك تطلع عن القاعده لبرا بده يكون في تبرير لها ولا ما بيكون لها معنى يعني. بس تقطعي عن العلم بصير بدك تبرري ليش. صح 100%، حبيتها هيدي، بدي اخذها منك ونحكي فيها. شو رايك بالبنطلونات اللي عم نشوفها اللي هي سيكون يعني لميعه من فوق بيكون مفي يعني عادي يعني البنطلونات؟ اوكي خليني اسالكم سؤال ثاني اللي هو بمعنى شو رايكم بالبانتس على الريد كاربت؟ يعني امتى بحق لي انا كسيده البس بانتس تراوزرز على الريد كاربت؟ يبدا السيلويت ريلي كثير حلوه، اي بنطلون بده سيلويت كثير حلوه، بده يكون لون نوار كريب ساتان معناها بس الوان تانية وهيك ما بعرف يعني لون متوحد بركي من فوق لتحت. ما نقصه، ما نعطي هذا اللوك الكاجوال مثل الفستان القصير، بده يعطي اليجنسي، بده يعطي. بدنا نشتغل انه نعلي تو الفيت اللوك شوي اكثر. معك حق، انا بوافق. شو رايك؟ انا ما بحب البنطلون ريد كاربت اكيد، انه بنطلون يعني هو كاجوال بالنهايه. سو وقت انت بتقولي ريد كاربت اول شيء بيجي على بالك هو توكسيدو ولونج دريس اسود. بس انا بنطلون بدنا كمان نبرر ليه. بتتذكر مره انجلينا جولي لبست توكسيدو على الريد كاربت وكسرت الدنيا، كان عندها المساج تبعه للفيلم تبعولها لانجلينا جولي. وفي حدا بالعالم العربي سوري عم بطي كمان لبست توكسيدو بانس بس ما زبطت، يعني ما زبطت. يعني بدنا نشوف كيف ملبوس الطريقه. صعب صعب ايه صعب. يعني احو انا اليوم لبسه شيرت اللي بس هي تعتبر تعتبر شوي كاجوال، بس كسرتها وقت تطلع باللوك بتلاقي اتس بالانس، ما بتحسي انه اللوك فيري كاجوال، بتحسي ملايه مرت كاربت. سو ذاتس واي لما بدنا نلبس بانتس ليه لا، بس بدنا نكون لابسينه بطريقه تليق تعكس تعكس هيدا الشيء 100%. رح ننتقل لابراهيم. Yes. Hello everyone, I'm back and as I promised you guys that I will be bringing the best from the world of entertainment around the globe. And where else? Yes, it's Diafa, the 7th edition, and I'm with the one and only Ali Zafar, jinki awaz goshe goshe mein ghoomti hai, and he's here from Pakistan, rule the box office of Bollywood. Ali, how are you? I'm great. How are you? Looking good. Thank you. So are you. I am very, very happy and honored to be sharing this little space with you.
And what do you have to say? You're here at the Diafa 7th edition. I'm very honored to be here, and thank you, Saim, for the lovely introduction. It's a beautiful evening here, and I'm very, as I said, honored and pleased to be representing my country, Pakistan, and to be honored here at this global grand stage for the amount of whatever little I've done in life. I think I'm very humbled to be here. Ladies and gentlemen, indeed he is a humble superstar of Pakistan, done so much for all of us. And whenever it comes to music and songs, Ali, your voice and your music, it has a unique touch. And people from around the globe, they have loved you, cherished you, celebrated you over the years. What do you have to say for all these amazing fans who are watching you on 12 different live channels right now? Well, to all the fans out there, all I can say is that thank you. Thank you so much for your love. And I'm sending you love right back. I believe that, you know, in this life that we are born into, it is only worthy that we try and reach our highest potential, and we enjoy this life for ourselves and give that joy to other people also. And as an artist, I like to give joy to people through my music, through my art, through my movies. And I'm very happy and very honored that you guys reciprocated back, and I feel the love, so thank you. He is a singer, he is a fabulous actor, and ladies and gentlemen, you know what? When he holds a pencil, he sketch. And when I say he sketch like seriously. And I remember that when you were in India and you were participated at this event in Delhi, where you were part of this event where the queen of Bollywood, Madhuri Dixit, was there, and you sketched for her. Yeah, I've sung for Madhuri ji also. Yes. I've sketched Mr. Bachchan also and sang for him. And since you were speaking about my journey in Bollywood, I've been lucky to be casted in 7 movies, and it was a great experience there. But my soul is of an artist, be it a painter, be it a composer, and that's where I feel the happiest. Great. Well, guys, I'm not going to take much longer because we have another surprise for Ali Zafar inside, and I'm going to take you to the Fashion Police. شكرا لكم. Thank you so much. Thank you so much. وهلا بدي اخبركم, بدنا نكمل الفاشن بوليس طبعا, بس بدي اخبركم انه في عنا شخصيه فنانه, في عنا شخصيه فنانه مشهوره عالميه رح تنزل هلا بالهليكوبتر اللي هي جاكلين فرنانديز, بدها توصل بعد شوي, وبالوقت اللي رح توصل فيه رح نكمل الفاشن بوليس. يس, نهى نبيل عم نرجع نشوفها. بودي, شو رايك باطلاله نهى نبيل؟ اذا هلا بنقدر نشوفها اكثر بطريقه واضحه اكثر, رح هي على الوول اوف فيم. عم تشوفيها نور؟ اللي لابسه اورنج, لابسه سومو. يس, هلا كنت عم بحكي عنها. هي رح تقدم الحفل اليوم مع كريس فيت على المسرح. هذا اللي كنا عم نقوله, انه الفستان هذا بيأثر. كنا عم يحكوا هلا. يس يس, هذا مأثرة أكثر مما كتير هي. ديتاي. كتير ديتاي. كثير ديتاي. ايه. اوكي, اللي جابوه ليدين حلوين, موضة توا راجعين للموضة ليدين جابوه, بس الديتاي كثير مع ال أنا حبيت اللون, انه كثير لبق له. اللون لبق له, والقصة من فوق لبت لها. لبقت له, والكاميرا. هو الفستان سامبل. ايه. الفكرة هو الفوليوم تبع الكليب. بلكي لو كانوا أقل أو هيك. هلا بس كلون عليها كثير رايق وناعم. بتعرفي بتعرفي الأقوى من إنه وحدة تختار فستان هي كيف تعمل بوزن بالفستان. يعني إذا هي شي بوزز بطريقة حلوة مظبوطة, بتعطي هيدا الطول وبتعطي الإطلالة حقها. بس المشكل إنه وقتها بتكون جايين على الريد كاربت, ما عندنا وقت نظبط, بدي تكون مقررة البوز لتعرفي من أي أنجل بدها تتاخد. في صبية كمان لابسة, بدنا نشوفها. كتير حبيت الفستان اللي لابسته, يعني ريد كاربت بامتياز باللون الزهري. إيه, الوردي. شو اسمها هيدي القماشة فاطمة؟ شانتونغ, اي ثينك شانتونغ, ما بعرف, اي ثينك شانتونغ ولا فيل بليسي. ايه, كانه عامل مسوينه البليسي, يعني هيدي مش طفطه او هيك. طفطه بالبليسي. انا فكرت طفطه بعيد.
طفتة مع طفتة بالبليسي عاتي أليجنسي لل كتير حلو. في شغل يعني الفستان فيه شغل كتير ولبقلها لبقلها مع البشرة تبعولها وشعرها مثلا رفعته لأنه في كتير فوليوم واي نوت صح. حلو يعني أليجنت كلاسيك أليجنت. حتى إذا بتلاحظي الشوز كمان مستعملي الشوز العالي حتى تطول العالي زيادة. لا تطول كتير مهم زابط. على فكرة ليه والفوليوم يملى الريد كاربت يعني صح. ياخذ الصورة بكلها صح. يس الريد كاربت بده شي فوليوم. حبيتها. هكمل الإطلالات بعد شوي بنرجع لعند إبراهيم وسالي. طبعا ما زال الضيوف يتوافدون وانا الحين ما اعرف يعني اقول هي ضيفه زميله صديقه يعني هي متالقه على باختصار يعني باختصار متالقه. اميزنج ثانك يو سو ماتش. انا من اهل البيت وثانك يو سو ماتش فور هافينج مي. انا ضيافه عن جد بحسه كنت عم اقول لهم هلا هونيك بحسه اتس فاميلي ريونيون. انا برجع بشوف هيك عائلتي واصحابي سو ثانك يو فور هافينج مي. نحن صراحه جدا سعيدين بوجودك معنا يا بترا في البدايه وقبل كل شيء لان اللون لافت جدا منوره بالفسفوري. خبرينا عن اطلالتك اليوم. انا اليوم لابسه من مايكل سينكو وصراحه مايكل سينكو على طول مرفقني بكل الايفنتات. وي ار توينينج مايكل سينكو. بس يعني اللون هيك خوفني شوي. ان شاء الله ميسا تكون عندها هيك شيء حلو تقول. تعرفين انت اول ما دخلتي من بعيد سمعت سالي تقول واو. والله احب الالوان وايد يعني اللون اللي اخترتيه صدق لاق عليك. فان يو لوك ستانينج اند اميزنج از يوجوال. ميسا حابين نتكلم عن مهرجان ضيافه اليوم. هذا المشهد الفني هذه الجمعه الطيبه اللي نشهدها اليوم. خبرينا عن انطباعك في الدوره السابعه الى الان. يعني صراحة أنا مثل ما كنت عم أقول لكم بحس حالي من أهل البيت لأنه يمكن قدمتوا 3 سنين ريد كاربت وكنت محلكم. أوكي. بعدين قدمتوا السنة المين إيفنت. السنة يعني دكتور ميشيل هيك حط علي مسؤولية وهو تشريف ومش تكليف طبعاً. قال لي بدي إياكي تكوني من لجنة التحكيم. فحسيت شوي الموضوع صعب لأنه حسيت إنه مين أنا تأختار أو يعني based on what بدي أختار. yes. بس اللي اكتشفته صراحة إنه النجم ما بتختاره، النجم هو بيختار. يختار نفسه. يفرض نفسه. هي فعلًا فترة قالت هالكلام أنا بعد وياها أتشارك فيها. إحنا الاثنين جوري قالت هالكلمة فعلًا في غرفة التحكيم. إن النجم هو يفرض نفسه. يعني أنا بين حكمين يا جماعة الخير. إنزين بسألت سؤال فترة، أنت صحيح إنك من أعضاء لجنة التحكيم، لكن لو أنت كانت عندك الفرصة إنك تمنحين الجائزة تمنحينها لمنو؟ حلو سؤالك يا إبراهيم. أو واو صراحة بمنحها لثلاث أشخاص. بمنحها لمعتز عزايزة، بمنحها لباليستيا، وبمنحها للصحافي وائل الدحدوح يلي خسر أغلب عائلته بغزة. وهيدا الحفل هو صحيح اليوم يمكن عرس عنا، بس نحن من هيدا الحفل بدنا نقول لأهل غزة أنه نحن معكم وقلبنا معكم وإن شاء الله كل التبرعات رح تروح على غزة. والسد يا بترا. طبعا يعني كلامك جدا جميل وجدا مؤثر وهذه نحن اليوم ننقل رسالة أمل من خلال مهرجان الضيافة في هذه الدورة. نحن ننقل رسالة أمل تعاونا مع دبي للعطاء في مؤسسة تراحم من أجل غزة. هذه الكيو آر كود اللي وفرتها هذه الدورة من المهرجان لمساعدة أهالينا وأشقائنا في غزة. طبعا هذه يمكن رسالة رسالة أمل. انت سامعه الهليكوبتر ولا مو بسامعه؟ شكله جاي حدا. اظني هذه طياره جاكلين فرنانديز صحيح؟ نعم نعم جاكلين فرنانديز. الفنانه جاكلين فرنانديز تزين سماء دبي احد النجوم طبعا الموجودين اللي بينورونا في مهرجان الضيافه عن طريق شركه فالكون افييشن اللي طبعا نشكرهم على هذه المفاجات الحلوه. لفته جميله يعني صراحه بس النجم بس ينزل من السماء. هي بس لو تشوفون الحاضرين كلهم تتوجه انظارهم الى السماء يعني متسائلين ما الذي تحمله هذه المروحيه. حلو هذا السؤال، ما الذي تحمله هذه المروحيه؟ وعلى فكره لن تحمل فقط نجمين، في اكثر من نجم بينزل من فوق. مفاجاه تلو الاخرى من سماء دبي. نعم. الى ارضها تتزين على هذه السجادة الحمراء وتزين هذا العرس الفني الثقافي الذي نشهده اليوم في مهرجان الضيافة لدورتها السابعة. أخيراً وليس آخراً. شو سر الجمال؟ الله 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 محبة الناس. الله 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 هذا جواب كتير سلبرتي صراحة. دعاء الماما
هيدا هو السر. تحيه للماما، هذه احلى ماما. فيني اقول شغله؟ تفضلي. على فكره انا كثير مبسوطه السنه انه هالدوره بتحمل اسم الايقونه فاتن حمامه. نعم. بحبها لكذا سبب غير انها هي ايقونه سينما وجمال واناقه، بس هي لعبت دور ببدايتها دور اسمها أنيسة على اسم الماما يلي أنا بوجه لها تحية. الله، بوجه لها تحية لماما أنيسة. ماما أنيسة كل الشكر على هذا الجمال اللي جلبتي لنا إياه، يعطيك العافية يا فترة. وتحياتنا لكل المامز اللي يتابعونا طبعا. جاكلين فرنانديز حطت رحالها على أرض دبي وتحديدا في فستيفال باي فستيفال سيتي، وصلت نفس ما تشوفون على الهواء مباشرة. نعم. يعني اليوم نحتفل بهذا العرس يا إبراهيم، أكثر من 19 جنسية موجودين معانا. نعم. من كل بقاع العالم يزينون. نعم. سماء وأرض دبي في هذا المشهد الفني الذي نشهده اليوم. أنت كمتذوق للفن يا إبراهيم، قبل لا تكون إعلامي، أنا يعني أعرف أن لك ذائقة كبيرة في الفن كفنان كمسرحي، يعني خبرنا شو يعني لك هذا المشهد اليوم؟ لا، ماذا يعني؟ هو يعني الكثير، والمهرجان اليوم له وايد أبعاد. التقاء كل هؤلاء الرموز مو فقط من الفن، من أكثر من مجال، من الإعلام، من الفن، من الاقتصاد، في مكان واحد، هذا ترى يثمر عنا وايد تعاونات كلها تصب في الخير الذي يعود لمدينتنا ولنا كسكان هذه المدينة والمنطقة أيضا. لا تشوفي أي بوابة تعاون اقتصادية سياسية، أول مفتاح لها هو الثقافة. الثقافة والفن رسالتان تكملان بعضهما الآخر. أنا كنت جدا سعيدة يا إبراهيم بالتقديم معك، كان صراحة عرس فني وثقافي نشهده اليوم في دورة من أجمل دورات مهرجان الضيافة. شكرا لك، شكرا للمشاهدين على متابعتهم. طبعا ما انتهى المهرجان، الحفل ما زال مستمر. نعم. لكن يعني ختمنا الريد كاربت لنبدأ الحفل على المسرح، ونشكر كذلك ميسا وضيوفها. يعني الفقرة شرطة الفاشن كانت فقرة جدا جميلة، وتعرفنا على كثير من العناصر يا إبراهيم كذلك. نعم. من خلالهم خلنا نشوف ميسا شو بتقول. لك يا ميسا، أنا كثير كنت سعيدة معكم ساري وإبراهيم وعضيوفة ببازار سبوتلايت لليلة. شفنا كثير أطلالات كثير حلوة، ونقينا فعلا بس درس وبس توكسيدو. شكرا لكم من قلب دبي، من دبي فستيفال سيتي. شكرا. شكرا لك يا ميسا، وشكرا لضيوفك. شكرا. إلى لقاء يجمعنا إن شاء الله. يجمعنا، نحن الحين بنروح نستمتع في الحفل إن شاء الله، والمشاهدين أيضا يستمتعون من خلال جميع منصات والقنوات التي تنقل حفل ضيافة في الدورة السابعة. شكرا لكم، إلى اللقاء. التفاصيل الصغيرة التي تحدث الفرق كله، لمسات فنية تعكس الحرفية، مفاتيح تكشف عن مشهد مختلف تماما. حينما تتقن الاهتمام بأصغر التفاصيل، هكذا
نبتكر إبداعات استثنائية. شوبا، فن إتقان التفاصيل.